الإجراءات الوقائية. الصحة العالمية تقول إن إصابة كورونا ازدادت في الأيام الأخيرة ومعدل الوفيات يدق ناموس الخطر. استبعدت وزارة الصحة حصول العراق على 10 ملايين جرعة من لقاحين، أحدهما بريطاني والآخر صيني، مضادين لكورونا نهاية العام الحالي. وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي أن العراق سيستورد اللقاح حال اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، وأنه مشترك في عمليات بحثية لاكتشاف اللقاح. وأضاف أن الوزارة ستستورد اللقاح المعتمد بنسبة 20% من سكان العراق كما هو معمول في دول العالم. أؤكد لا يوجد أي لقاح تم إقراره بشكل نهائي من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئات الغذاء والدواء الدولية. طبعا لا زال العراق يتواصل مع الشركات المنتجة ومتابعة مراحل إنتاج هذا اللقاح، ولدينا اجتماعات بشكل دوري مع هذه الشركات وخاصة شركة أسترازينيكا البريطانية وفايزر الأمريكية والشركات الصينية والروسية. وأيضا قبل 3 أيام كان تواصل مع شركة جديدة وهي جونسون أند جونسون بهذا الموضوع. العراق كما يعرف الجميع وقع مع مرفق كوفاكس، والذي يضمن حصول العراق على 20% من احتياجه أسوة ببقية دول العالم. بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بقدوم موجة جديدة من فيروس كورونا، لأن المواطنين في محافظة ميسان يعزفون عن الالتزام بالإجراءات الوقائية مما ينذر بتزايد أعداد المصابين بالوباء. على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية حول خطورة الموقف الوبائي في عموم البلاد، إلا أن مشهد الاستهانة بالوباء وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يعود إلى الواجهة من جديد في محافظة ميسان. عزوف المواطن الميساني عن ارتداء الكمامات والكفوف وعدم التزامه بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، فضلا عن الاستهانة بخطورة الفيروس، زاد من احتمالية ارتفاع أعداد المصابين بهذا الوباء في ظل توقعات المعنيين أن تتعرض المحافظة إلى موجة وبائية ثانية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء. تعرف هذا المرض، مرض كورونا، ينتقل عن طريق العدوى والتلامس، فأكيد تزداد الإصابات، لا سيما أنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء راح تغير الجو والإنفلونزا، بالإضافة لهذا الوباء راح يشكل لنا عائق، فنتمنى أنه من مواطنين أنه يلتزمون بالابتعاد. نعم أكيد، في حالة الاستهانة في التعليمات الوقائية الصحية والإرشادية المعمول عليها ضمن البروتوكول في المعلن من قبل وزارة الصحة العراقية، في راح تصبح الزيادة في الحالات، وخصوصا أنه نحن مقبلين على فصل الشتاء. الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية دعوات تعالت لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال يسجل أرقاما تصاعدية بعدد الإصابات اليومية، والتي غالبا ما تعتمد هذه الأرقام على أعداد المتقدمين للفحص والتشخيص المختبر، والتي كانت بمعدل 150 إصابة يومية. مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية بقدوم موجة ثانية من وباء كورونا اللي يتطلب بها أخذ مزيد من الحيطة والحذر وعدم التراخي والتهاون في الالتزام بالإجراءات الصحية، ومن أهمها لبس الكمامة وغسل اليدين. ميسان حسين البديري، العراقية الإخبارية. المزيد ينضم معنا من ميسان مراسل العراقية الإخبارية حسين البديري. حسين أهلا بك، ضعناها في صورة الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم. نعم، تحية طيبة لجميع الزملاء في استوديو الأخبار في بغداد. فيما يتعلق بالموقف الوبائي، لدينا أكثر من 14 حالة موجبة تراكمية منذ بداية الوباء، وأيضا هناك 13,000 حالة شفاء تام و1200 قيد العلاج يتوزعون بين مركز كوفيد 19 والحجر المنزلي. أما الموقف الوبائي اليومي فتسجل ميسان منذ مدة ليست قصيرة بمعدل إصابة يومية من 100 إلى 150، وبالتأكيد هذه الأرقام تعتمد أساسا على أعداد المتقدمين بهدف التشخيص ومعرفة إصابة
اصابتهم ام لا. لاحظنا خلال الاونه الاخيره ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين في ميسان بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه خاصه في الاسواق والمولات والاماكن العامه، حتى ان هناك بعض الاسواق اصوات بدات تقول انه لا يوجد هذا المرض. بالتالي انه هذه الاصوات التي تخرج هنا وهناك قد تسبب لنا مشكلة كبيرة في مقبل الأيام بحسب الجهات الصحية، خاصة أن ميسان يعني أو العراق بشكل عام مقبل على دخول فصل الشتاء. بالتالي هناك الإنفلونزا الموسمية مع هذه ما هو دور خلية الأزمة حاليا أو الوباء؟ نعم حسين، ما هو دور خلية الأزمة في هذا الموضوع؟ أزمة بالتأكيد خلية خلية الأزمة في ميسان دائما تعقد اجتماعاتها مع الجهات الصحية، مع حتى مع الجهات الساندة. هناك عمليات تثقيف مستمرة وتوعية بخطورة هذا الفيروس، ولكن يبدو أن المواطن الميساني على علم تام وثقافة عالية بعملية انتقال الفيروس، ولكن المشكلة هي عدم التطبيق على أرض الواقع. الميساني لديه معرفة كاملة ووعي كامل بطرق وأساليب انتقال هذا المرض الخطير، لكن المشكلة هي بعدم الالتزام. هناك بعض المواطنين يؤكدون أن الحياة لابد أن تسير بشكل طبيعي، ولا بد أن نتعايش مع الوباء بالطريقة التي يرتئيها المواطن نفسه. بالإضافة إلى هناك بعض بعض المرضى حاليا لا يتوجهون إلى مركز كوفيد 19 بل يتوجهون إلى العيادات الخاصة، وهذا أيضا سيسبب مشكلة فيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية اليومية. حسين، نفهم من هذا بأنه يعني في المستشفيات لا يوجد زخم على المراكز الصحية. خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بعدد الراقدين، الراقدين هم من 100 إلى 120 فقط حالة حرجة، أما أغلب الحالات التي تأتي إلى مركز كوفيد 19 هي حالات خفيفة، وبالتالي يفضل المواطن الميساني أن يحجر منزليا. حتى العلاجات الآن يعني بصراحة بشكل كبير في ميسان تعتمد على الأطباء الخارجيين، يعني هناك يعني قل الزخم على مركز كوفيد 19 أو العيادات الاستشارية الخاصة بالدولة أو بالحكومة. نعم حسين البديري مراسل العراقية الإخبارية من ميسان، شكرا لك. كثرة المعوقات وضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة كركوك أسباب دفعت المواطنين إلى اللجوء إلى الصيدليات والمختبرات الطبية الخارجية لغرض تشخيص الإصابة بفيروس كورونا. مع أن ظهرت أعراض فيروس كورونا عند البعض حتى بدأوا بالذهاب إلى المختبرات الأهلية ومراجعة العيادات الخارجية للتأكد من الإصابة وأخذ المضادات الحيوية وربما حتى من المضمدين والصيادلة بدون استشارة طبية من مختص، مواطنون عزوا أسباب هذه الظاهرة إلى ضعف الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم في المراكز الوبائية. المستشفيات من الطبها يقول لك أنا ما أقدر أستقبلك، تروح تسوي فحص بالعيادات الخارجية، والعيادات الخارجية تقريبا 60,000-70,000، هاي بس يسوي لك شنو؟ يسحب من عندك دم حتى يشوف بيك كورونا لو ما بيك كورونا. عدد المرضى كثير حيل، خدمات ماكو، يعني تروح انت شوفر لك ممرض يجيك اكسجين ماكو، شنو يعني الخدمات اللي تلقاها؟ ما تلقى اي خدمات. اغلب المصابين دا يروحون للصيدليات، الصيدليه ينطي علاج يخفف عنه الالام يخفف، لكن هو المفروض يروح للمستشفيات حتى يقل حتى يفحصونه يتشيكوا، لكن من تروح المستشفى ماكو اعتناء، ماكو اهتمام، تروح يباوع عليك يحكوا وياك يعني وكأنما جات تشحذ منش هذا. دائرة صحة كركوك قالت إن هذه الظاهرة تلقي بظلالها سلبا على حياة وسلامة المواطنين. عادة المراكز الوبائية الموجودة في المحافظة هي الجهة الرسمية التي تحدد الإصابة من عدمها، وهي أيضا من تحدد النوعيات العلاجية والكميات التي يحتاجها المصاب حسب نسبة الفيروس في الجسم. لا الكوادر اللي نشوف المضمدين ولا الصيدليات هي من ضمن أنه صلاحياته إنه هي توصف الأدوية للمرضى المصابين بكوفيد 19. المؤسسات المخولة هي المراكز الصحية والمستشفيات، هي مخولة أنه بإجراءات الوقاية وإجراءات العلاج لمرضى كوفيد. قلة المسحات في المراكز الوبائية وعدم الرغبة بالانتظار في الطوابير الطويلة بحسب المواطنين هما من بين أهم الأسباب التي تدفعهم للجوء إلى المختبرات الطبية الخارجية لتشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض. من كركوك محمد صقر، العراقية الإخبارية.
مزيد ينضم معنا مدير قسم الصحة العامة في كركوك الدكتور صباح نامق. دكتور صباح أهلا بك. اليوم المواطن يعزف عن مراجعة المراكز الصحية بسبب غياب الرعاية الصحية، لماذا هذا الإهمال في هذه الدوائر؟ نعم، شكرا لكم، شكرا على استضافتكم في برنامجكم. طبعا هو عزوف المواطن عن مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات لها أسباب هواية. أهم سبب هو أنا برأيي أنه هو الوعي، يعني احنا وعي المواطنين لحد الآن حول المرض لا زال دون المستوى المطلوب. يعني المواطن بحد ذاته هو من يصير عند المرض المفروض يراجع المركز الصحي أول مرة، وبعدين من المركز الصحي قد يعني راح يقيمون حالته ويتحول على المستشفى أو لا. قسم من المواطنين يتوجهون مباشرة على المستشفيات، والمستشفيات ما تستقبلهم لأنه لازم يكون إحالة أو يكون بالطوارئ، يعني يقيم حالته يلا يدخلوهم. وعندنا مشكلة أخرى هي مشكلة أنه قلة عدد المسحات، يعني في ظل تزايد عدد الإصابات وإحنا إمكانياتنا في المسح أخذ المسحات هي محدودة، هي مو مد يعني تتوازى ويا عدد الزيادات في المسحات. نعم. في عدد الحالات. نعم دكتور صباح، يعني هل ما زالت هذه المؤسسات الصحية قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورونا؟ نعم نحن لحد الآن احنا مستشفى كركوك العام مستشفى صح، احنا وبداية الأزمة احنا حالنا حال بقية المحافظات واجهنا صعوبات في توفير الأكسجين وفي توفير أجهزة التنفس، لكن الحمد لله الأمور هسه في مستشفى كركوك العام الأمور جيدة، كل مريض يدخل يلقى الرعاية الكاملة من حيث الأكسجين والأدوية والأجهزة التنفس. لحد الآن احنا عند يعني هذا المستشفى هو قائم بالخدمة وما عندنا أي مشكلة في زيادة عدد الحالات. نعم دكتور صباح نامق مدير قسم الصحة العامة في كركوك، شكرا جزيلا لك. كشفت دراسات جديدة أن الحصول على لقاح لإنفلونزا الموسمي قد يوفر الحماية الحيوية ضد فيروس كورونا بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأظهرت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن خطر الوفاة قد يتضاعف إذا تزامن مرض الإنفلونزا الموسمية بمرض كورونا. في هذا السياق أكدت دراستان في إيطاليا والبرازيل فحصتا أكثر من 100,000 مريض أن التطعيم الروتيني ضد الإنفلونزا يقلل من دخول مرضى الكورونا إلى المستشفيات والحاجة إلى العناية المركزة لدى بعض المصابين. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2,200,000 إصابة، وهي أعلى زيادة في 7 أيام منذ بداية الوباء. وذكرت المنظمة العالمية في جنيف الليلة الماضية أن عدد الوفيات بسبب المرض ازداد بمقدار 39,000، وهو ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن شفاء 55 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97,743 حالة. وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 132 إصابة ثبتت إيجابيتها و10 وفيات جديدة. أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية تسجيل أول حالة وفاة لامرأة صاحبة 29 عاما في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا. وفقا للعلماء الهولنديين فإن امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا. وأشارت مصادر صحية لأن حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى توفيت.
سجلت السلطات الصحية الفرنسية 8505 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعة 24 الماضية، ليبلغ مجمل الإصابات 743479 إصابة، ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن الأعداد القياسية التي سجلتها البلاد خلال اليومين الماضيين. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى 7 ملايين وأكثر من 700 ألف حالة بعد زيادة 46,069 على الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 214,108 بعد أن أودى المرض بحياة 494 آخرين. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبروسوس أن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا بات قريبا، وتوقع أن يكون اللقاح جاهزا أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وشدد خلال قمة أفريقيا خلال لأهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصى بها للتغلب على الجائحة، وأكد أن تجاهل هذه الإجراءات يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا. تعتزم حكومة تشيك تطبيق إجراءات جديدة للحد من الانتشار السريع لحالة الإصابة بكورونا، حيث قررت إغلاق المطاعم والنوادي ابتداء من الأربعاء المقبل. وقال وزير الصحة تشيك رومان بيرمولا أن التجمعات العامة ستقتصر على 6 أشخاص فقط، وسيحظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، وأضاف سيصبح وضع الكمامات إلزاميا في محطات النقل العام، وستتحول معظم المدارس بموجب الإجراءات الجديدة إلى التعليم عن بعد. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111,893 حالة. الناطق الرسمي باسم الوزارة أوضح في بيان صحفي أن الوزارة سجلت 6 حالات وفاة أثر إصابتهم بكورونا، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 664 حالة، مشيرا إلى أن الوزارة سجلت 534 حالة شفاء. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 272 وفاة بكورونا و 4,206 إصابات جديدة خلال الساعات 24 الماضية، فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28,816 حالة، وأضافت أن 30 محافظة إيرانية من إجمالي 31 تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني الحذر الشديد. قالت رئيسة المنظمة مارلين تيما إن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه الخصوص كان ينذر بالخطر حتى قبل الجائحة، وقالت خلال عرض لمؤشر الجوع لعام 2020 في برلين، أضافت أن فيروس كورونا يعمل مثل مسرع الاشتعال، والوضع يتفاقم بفعل عواقب تغير المناخ، وتزيد كوارث الجفاف، موضحة أن التقدم ضئيل للغاية نتيجة انعدام التكافؤ الاجتماعي والنزاعات والنزوح، وسط خشية المنظمة حاليا من عدم القدرة على تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. الصحة تنفي استلامها 10 ملايين لقاح لكورونا، وتنتظر اعتماد اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية. تحذيرات من قدوم موجة جديدة من كورونا، والمواطنون في ميسان يعزفون عن اتخاذ الإجراءات الوقائية.